بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
عَسَىٰ
والله بكل شيء.